السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لا بوزيتيف. معكم إيمان أنوار تازي، نوتريسيونيست كوسميتولوج إلى بغونتين. ألوغ الفيديو ديال اليوم غادي نهضر لكم فيه على عرفتو فايت لي هضرت لكم بزاف على المشكل ديال الورديه، المرضي ديال لا روزاسي، وبزاف لقيتي ديال الناس اللي كيعانيو منها، وكاينين حتى ناس عاملين تجمعات دي جروب في فيسبوك، وهذا دي جروب خاصين غير بالناس اللي عندهم مشكله ديال الروزاسي. دايوغ الا كنتو من الناس اللي من يعني منتمين لان جروب اللي فيه زعما بنات اللي عندهم هذا المشكل ديال الورديه، ولقيتوا انه الاجزاء جوج اللي فايت لي تكلمت عليهم فيهم على الغوزاسي مهمين او لا، لقيتوا فيهم شي حاجه اللي مهمه، ممكن انكم تبارطاجوها في هاد لي جروب. زائد هاد الفيديو هذا اللي كنظن حتى هو غادي يفيد هاد الفئه هذه، لان اليوم الفيديو ديال اليوم ما غاديش نهضر فيه على لي برودوي ديال الغوزاسي، ولكن غنهضر فيه على واحد الحاجه مهمه اللي هي لي زانغريديون اللي ما خاصش يكونوا في لي برودوي ديال الناس اللي عندهم الورديه. بمعنى ان دابا نتيا عندك الورديه ياك، وكاينين دي برودوي اللي كيقولوا راهم مزيانين للناس اللي عندهم الغوزاسي، نتي شنو غادي ديري؟ نتيا غنعطيك انا واحد لي زانغريديون، هما ما كثارش قلال وساهلين، نتي غادي تعرفيهم ابار بيان سور دي زانغريديون اخرين اللي ما خصهمش يكونوا في كاع لي برودوي ديال الناس الاخرين، ولكن هادو سورتو غتركزي عليهم. اون فوا غتلقاي هاد لانغريديون اكس ولا ايغريك ولا زد كاين في البرودوي ديالك، غتقولي فوالا هاد البرودوي وي راه زوين ولكن ماشي ديالي انا، هاد البرودوي هذا ما مصايبش ليا انا، دونك غدوزي وما غتاخديش، وغتاخدي لي برودوي اللي هما ديستيني لو كا ديالك واللي ما غياديوش لك البشره ديالك وما غاديش يهيجوها. هاد لي زانغريديون هادو راه ماشي انا اللي عطيتهم، راه عطاتهم الجمعيه الامريكيه للامراض الجلديه، دونك ماشي انا اللي جبت هاد لي زانغريديون حطيتهم وكلاسيتهم وبديت كنهضر عليهم ولا سمعتهم في شي بلاصه ولا بحثت عليهم، نو، هادو الجمعيه الامريكيه للامراض الجلديه هي اللي عطات هاد لي زانغريديون وقالت لنا فوالا ردوا البال، الناس اللي عندهم الغوزاسي ما خصهمش يستعملوا هاد لي برودوي اللي فيهم هاد لي زانغريديون. اول انغريديون، اول مكون ما خصوش يكون في لي برودوي ديال الناس اللي عندهم الغوزاسي هو الكحول، دونك نتوما عندكم غوزاسي لقيتوا الكحول في برودوي ديالكم ما تاخذوش. لي برودوي ديستيني او بيرسون كي اون لا غوزاسي خصهم يكونوا الكحول فري، سانز الكحول، بدون كحول، دونك هذا هو المكون الاول اللي كنركز لكم عليه واللي ما خصش يكون عند الناس في البرودوي ديال الناس اللي عندهم الغوزاسي اللي هو الكحول. كاين واحد لانغريديون اللي فايت لي هضرت لكم عليه وقلت لكم انه واحد لانغريديون زوين، انا شخصيا كيعجبني بزاف هاد لانغريديون لان كيعطي واحد الدرجه ترطيب عاليه، سورتو كنقول لكم الناس اللي عندهم يديهم هكذا كيبغيو خصهم يترطبوا بزاف، اولا في بلايص اللي باردين بزاف ولا في الجبال ولا الا عندهم رجليهم كيتشقوا، هاد لانغريديون هذا هو لوغي، ديما كنهضر لكم على لوغي، وهضرت لكم الى عقلتو هضرت لكم في لي برودوي او سيرين على لوغي، ملي هضرت لكم على لي كريم ديال اليدين ولي كريم ديال الرجلين وهضرت لكم عليهم مزيان، دونك لوغي سي ان انغريديون لي زوين، راه ما قلناش ما زوينش، هو واعر زوين وعزيز علينا، ولاني عند الناس اللي عندهم الغوزاسي لوغي ولا اليوريا ما خصوش يكون في لي برودوي ديالهم، كيأدي هاد الناس. فايت لي عاود هضرت لكم الى عقلتو ملي كنت هضرت على الاحماض ديال الفواكه وهضرت لكم على التقشير، هضرت على الجلايكوليك اسيد وهضرت على اللاكتيك اسيد، فايت هضرت على هادو وهضرت مزيان عليهم لا داعي للتكرار. فلي برودوي ديال الناس اللي عندهم الغوزاسي ما خصش يكون فيهم الجليكوليك لاسيد جليكوليك ولا سيد لاكتيك، هاد جوج مالوروزمون حتى هما ما خصهمش يكونوا. لي برودوي اللي غتشري نتي اللي فيك مشكل ديال الغوزاسي خصهم يكونوا سون بارفان، ما فيهمش معطرات اولا عطر اولا شي حاجه ريحه ما يكونش فيهم ريحه،
بزاف ديال الناس خداو دي برودوي اللي زوينين و 90% مكونات طبيعيه، ولكن فيهم عطر، فيهم العطر، وهاد العطر هو اللي سبب لهم التهيج. كيقولوا ويلي انا خديت برودوي اوتغام زوين، كل شيء فيه مزيان، ما في هادي ما في هادي ما في هادي، كيحترم البيئه، كيحترم الناس، كيحترم، وكيفاش انا دار لي هاد الحاله هادي وما فيش مكونات اللي تقدر تسبب ليا؟ لا لا، هذاك راه فيه العطر. العطر كتقدر تلقاو فيه مكتوبه فراغرانس، فراغرانس. هاد الفراغرانس او لا فراغرانس هي العطر، هي بارفان. دونك الا لقيتو هاد السميه مكتوبه راه البرودوي ديالك يقدر ياثر سلبا عليك ويهيج لك لابو ديالك ويدير لك ديك البوسي ديال الغوزاسي اللي ما خصكش، خصك ما امكن تفاديها، لان عارفه مزيان شحال غادي تمحنك. دونك لي برودوي ديالك ما خصش يكون فيهم الكول، ما خصش يكون فيهم لوري، ما خصش يكون فيهم الجليكوليك اسيد، ما خصش يكون فيهم لاكتيك اسيد، ما خصش يكون فيهم بارفان. شنو عاود؟ اييه، ما خصش يكون فيهم حتى الكونفور. دونك هاد لي زانغريديون انا غنحطهم لكم دابا، هادو كاملين الناس اللي عندهم الورديه سكرينيوها وخليو عندكم هاد لا ليست هادي، وفيما تبغي تمشي تشري شي برودوي ديالك حطي قدامك هاد لا ليست هادي وشوفيها، شوفي مزيان واش فيها هادي واش فيها هادي واش فيها هادي واش فيها لان هاد المكونات هادي سواء في كريم سواء في ماسك سواء ونسيت ما خصش يكون فيه ويلي الشيطان، نسيت ما خصش يكون فيها سلفات مثلا، شي منظف غتغسلي به وجهك ما يكونش فيه السلفات، خصو يكون بدون صلافيط، ما يكونش فيه السلفات، ياك ما يكونش فيه الكبريتات، ما يكونش فيه. دونك هاد لانغريديون ما عرفتش اللي خصني نهضر عليه هو الاول، يمكن قبل من مورا الكول. دونك هاد هما لي زانغريديون اللي ما خصهمش يكونوا، هانتوما غتشوفوهم في لا ليست هادي. فوالا، دابا غنجي لواحد النقطه عاوتاني زوينه غنبغي نهضر لكم عليها، وكنظن جات بزاف المرات، ما زوج تعاودت ليا في الاسئله، هي ديال واحد السيده قالت لك ان كل ما كتمشط شعرها كتحس بان الفروه ديال الراس كضرها، فريمون كضرها. اولا تتسول ان واش عنده علاقه بالانيمي، لان هي اصلا ما فيهاش الانيمي، شي ناس قالوا لها راه عنده علاقه بالانيمي، لا ما عندوش علاقه بالانيمي. هذه وحده. ثانيا هاد السيده كتقول لك انها مشات ما عند طبيب، ما عند زوج، ما عند ثلاثه كاع لي ديغماطو ديال اللي كتعرفهم واللي كتشوفهم في لي ريزو سوسيو واللي كيشكروهم الناس، مشات عندهم على اساس ان هاد المشكل هذا يتعالج ليها، لان فريمون كتحس بواحد الالم ضب الصح في راسها، مني سورتو مني تمشط الشعر ديالك كتحس فريمون كيضرها. الوغ هنا خدات ما هو دواء، ما هو زوج، ما هو ثلاثه، ما هو برودويات، ما 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 فريمون لدرجه ان تقول لك خسرت بزاف ديال الفلوس على هذا المشكل هذا. والمشكله ان حتى شي طبيب ما عطاها شي حل مقنع اولا شي سبب مقنع، فلدرجه ان زعما السيده تخربقت ويلي، وكيفاش شنو هادشي اللي عندي؟ هنا اللي غنبغي نقول لك ان ما غاديش نفرحك صراحه، ما غاديش نفرحك، ولكن غنحاول نخرجك من هذيك الدوامه اللي حصلتي فيها ومن داك الشك اللي حصلتي فيه. هذا المشكل ديال الالم ديال فروه الراس ملي عند التمشيط ولا ملي كتكوني كتمشطي، هذا واحد المشكل اللي كاين عند بزاف ديال النساء، كاين عند بزاف ديال الناس، ولكن هو ما عندوش شي سبب طبي معروف، ما عندوش يعني هذا كي سا جوستيفي علاش انك مشيتي عند بزاف ديال الطب وما لقاوش لك حل، ما لقاوش لك تفسير، ما عطاوك شي حاجه اللي تقنعك، صافي كتخرجي مثلا انا شعري كيطيح عندي انيمي صافي راه باينه، لا ما لقيتيش حل. وي لان هما بيدهم ما عارفينش، لان ما كاينش واحد السبب واضح، واحد السبب طبي مقنع.
فهمتي؟ ممكن ان يكون عندك، انا كنهضر على هاد السيده لان ما عندها حتى شي مشكل في الجلده ديالها، ما عندهاش شي مشكل في روط الراس، ما عندهاش شي مرض جلدي. انتوما مثلا الا كنتي كتمشطي وعندك مشكل ديجا جلدي في الفروه ديال الراس، هذا راه باينه. مي انا كنقول ان ملي كي الديرماتولوج عمل اكزامان الفروه ديال الراس ديالك وما لقى ما كاين حتى شي، ما كاين حتى شي مشكل جلدي باين واضح، ما كاين حتى شي حاجه، هنا هذاك البروبليم اللي عندك انت ما عندوش شي تفسير واضح، ما عندوش شي تفسير طبي واضح. هادشي علاش انت دختي وحتى هما دايخين معاك وجربتي شحال من حال شحال من حال شحال من حال. دونك هنا شنو غديري؟ اول حاجه عندك تكون طريقه ديال التمشيط ديال الشعر ديالك مبالغ فيها، يعني كتوركي انت ملي كتمشطي ولا كتستعملي شي مشط اللي ماشي لطيف وكتوركي على الشعر ديالك. دونك هنا ردي البال، جو كخوا ان هاد القضيه ما غاديش تكون عندك طونك انتي جربتي بزاف ديال لي ديرماتو وجربتي بزاف ديال الادويه والحلول والخلطات وهذا وهذا. دونك جو كخوا ان ما يمكنش ما غتكون ما يكونوش نبهوك لطريقه التعامل مع الشعر ديالك. وثاني سبب يقدر حتى هو داخل في اطار طريقه التعامل هو داك الفرك. كاين بعض الناس اللي ملي كتبغي تغسل بالشامبو كتبقى دير كتبغي تمسح كدير بحال بحال مضاربه مع شعرك، فهمتوا؟ كدير ها 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 زعما هي راه باغا تنشف وعيني كتعطي لهم العصا. دونك هنا هذيك العصا اللي عطاتها للشعر راه كتعطيها حتى للجلده، هي اللي كدير هاد تقدر تؤدي لهذا السبب هذا. ولكن انا حاسه ان هاد السيده هذه اللي تواصلت معايا ما عندها لا هذا المشكل لا عندها هذا المشكل، وهنا كيكون ترجيح ديال واحد المشكل اللي كبير واللي تلقى انه سبب من اسباب الم فروه الراس عند التمشيط اللي هو مشاكل نفسيه. يقدر يكون عندك مشاكل نفسيه اللي هي كانت سبب في انه بحال كان دابا شنو اش علاقه مشاكل نفسيه بالم فروه الراس عند التمشيط؟ راه شوفوا لي بروبليم اللي كيكونوا بسيشيك راه كيترجموا تيخرجوا في لو كور في بزاف ديال الاشكال، شوت ديال الشعر، الحبوب في الوجه، تسخسيخه، بزاف بزاف ديال المشاكل اللي تقدروا نتوما ما تلقاوش ربط. ملي تجيو تربطوا ما كتلقاوش كاع ما كيجيكمش تفسير، حنا نقدروا نلقاو لها تفسير، نتوما منطقيا ما غتقبلوهاش. الوغ من ضمن اهم اسباب هذا المشكل هذا اللي عندك يقدر يكون بروبليم سيشيك. الوغ انت الى عندك مشاكل نفسيه اكس بغض النظر كبيره صغيره، لان بعض المرات كيكونوا مشاكل نفسيه هي بسيطه وحنا كنكونوا كبرناهم عطيناهم كبر من الحجم ديالهم وبقينا مغموسين فيهم وهذا وهذا تاثروا علينا. دونك ردي البال هنا الى ما لقيتيش حل، اذا كتشكي عندك شي بروبليم سيشيك فالعلاج النفسي يقدر يحل لك هاد المشكل هذا اللي هو عارض من عوارض المرض او المشكل النفسي اللي عندك. دونك كنتمنى نكون توفقت انني نقربكم من 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 من, من هاد البروبليم هذا لانه كان كيتطرح بواحد الشكل كبير. فوالا كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، شكرا على حسن المتابعه ديالكم، نلقاكم على خير فيديو مقبل ان شاء الله الى ذلك الحين. كنقول لكم خليت لكم الراحه.